السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في أضواء على الأحداث، ونخصصه لتطورات الحرب على قطاع غزة. فقد انتهت اليوم أعمال اليوم الثاني من محاكمة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك في قضية رفعتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية في غزة. يجري هذا في الوقت الذي يرتكب فيه الاحتلال الإسرائيلي فعلياً المجازر تلو المجازر. اليوم 13 مجزرة استشهد فيها 151 خلال الساعات 24 الماضية، ما يرفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القطاع ل 23,708. وبالعودة لجلسة العدل الدولية، قال وزير العدل في دولة جنوب إفريقيا إن إسرائيل لم تقدم أي أدلة تدحض الوقائع التي اتهمت بها، وإن الدفاع عن النفس لا يبرر أبداً ما قامت به إسرائيل في غزة. South Africa contends that Israel has transgressed Article 2 of the Convention by committing actions that fall within the definition of genocide. The actions show a systematic pattern of conduct from which genocide can be inferred. Allow me to place these acts in context. Gaza is one of the two constituent territories of the occupied Palestinian territories, occupied by Israel since 1967. It is a narrow strip of approximately 365 square kilometers, as depicted in the map now displayed. Israel continues to exercise control over the space, territorial waters, land crossings, water, electricity, electromagnetic sphere, and civilian infrastructure in Gaza, as well as over key governmental functions. As the Honorable Minister has said, entry and exit by air and sea to Gaza is prohibited, with Israel operating the only two crossing points. Gaza, which is one of the most densely populated places in the world, is home to approximately 2.3 million Palestinians, almost half of them children. For the past 96 days, Israel has subjected Gaza to what has been described as one of the heaviest conventional bombing campaigns in the history of modern warfare. Palestinians in Gaza are being killed by Israeli weaponry and bombs from air, land, and sea. They are also at immediate risk of death by starvation, dehydration, and disease as a result of the ongoing siege by Israel, the destruction of Palestinian towns, the insufficient aid being allowed through to the Palestinian population, and the impossibility of distributing this limited aid while bombs fall. As the UN Secretary General explained 5 weeks ago, the level of Israel's killing is so extensive that nowhere is safe in Gaza. As I stand before you today, 23,210 Palestinians have been killed by Israeli forces during the sustained attacks over the last 3 months, at least 70% of whom are believed to be women and children. يأتي هذا بعد أن قدم الفريق القانوني التابع لدولة الاحتلال مداخلاته رداً على اتهامات جنوب إفريقيا بارتكاب قوات الاحتلال لجرائم الحرب في غزة. والآن يترقب العالم كيفية تعاطي المحكمة مع ادعاء جنوب إفريقيا ودفاع الاحتلال الإسرائيلي وإمكانية صدور قرار عن المحكمة بتعليق العمليات العسكرية في قطاع غزة. لتسليط الضوء على هذا الملف، أرحب معي هنا في الاستوديو بالكاتب والإعلامي الفلسطيني السيد محمد أمين. أستاذ محمد، أهلا بك. تابعت هذه الجلسات، وخاصة اليوم دفاع الاحتلال الإسرائيلي عن نفسه
بالتهمة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضده، تهمة الإبادة. دفاع الاحتلال، كيف بدأ لك دفاع الاحتلال الإسرائيلي سواء من خلال ممثله أو المحامي البريطاني؟ شكرا أستاذ جمال. الحقيقة طبعا الاحتلال الإسرائيلي ودولة الاحتلال أجادت لعب دور الضحية، وهي ما دائما تروج بأنها ضحية لأكبر عملية إبادة جرت عبر القرن، وتروج بأنها دائما يعني تحاول أن تعيش وسط يعني منطقة فيها دكتاتوريات وتعج بالرجعيات وتعج بالوحوش وتحاول أن تلعب هذا الدور. لكن الحقيقة في المرافعة اللي جرت اليوم إسرائيل فشلت في ذلك. كل الأدلة التي قدمتها أدلة واهية وضعيفة وركيكة، لأنه باختصار لأنه أثناء ما كانت أو ما كان المرافعون أو المترافعون عن دولة الاحتلال يقدمون إفادتهم في محكمة العدل الدولية، كانت آلة الحرب الإسرائيلية تدك قطاع غزة، وأكثر من 14 مجزرة وأكثر من 157 شهيد فلسطيني سقطوا أثناء ما كان مرافعو ومن ترافعوا ومن دافعوا عن دولة الاحتلال يقدمون إفادتهم في العدل الدولية. هذا رقم واحد. رقم اثنين، أن الملف الذي قدمته دولة جنوب أفريقيا الشقيقة مشكورة كان ملفا قويا جدا، وقدم مجموعة من الأدلة بالصوت والصورة لبنيامين نتنياهو وهو يأمر جنوده بقتل وإبادة الفلسطينيين، ولوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، ولجنود صوروا أنفسهم فهم أدانوا أنفسهم. أنا أعتقد أنه ملف الدفع القانوني الذي قدمه الفريق الجنوب أفريقي لصالح القضية الفلسطينية ولإثبات تهمة الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل هو ملف قوي جدا، ولا يمكن لهذه التبريرات الرعناء والضعيفة والركيكة أنها يعني تنقص من هذه الحجج القانونية. أحد تبريرات الاحتلال اليوم كانت أنه لا نية له بارتكاب هذه الجرائم. كيف يمكن الرد على هذا الكلام في الوقت الذي اليوم يقتل 151 فلسطينياً في 13 مجزرة؟ طبعاً الرد على ذلك أنه هناك عائلات أبيدت وخرجت من السجل المدني ومن السجلات المدنية. الرد على ذلك بأنه إحنا عندنا 23 ألف شهيد وأكثر من 50 ألف جريح و7 ألاف مفقود. الرد على ذلك من أنه أثناء ما كان ممثلو الاحتلال في العدل الدولية يقدمون يعني مرافعتهم، كان الاحتلال يواصل القتل والتهجير والإبادة. وأنا لست خبير قانوني، لكن الإبادة الجماعية تعني في أحد معانيها هي إبادة كامل الفئة أو الجماعة الإنسانية أو الطائفة أو الشعب أو إبادة جزء منها. وما تم في قطاع غزة هو إبادة لجزء من الشعب الفلسطيني، والنية مستمرة باستمرار العملية العسكرية واستمرار استهداف الأطفال والنساء واستمرار حالة آلة الحرب الإسرائيلية. ودعني يعني أؤكد على ذلك جمال، أنا قبل يومين قبل بدء المحاكمات استمعت لتصريح لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في المؤتمر الصحفي، وخرج وتحدث باللغة الإنجليزية وقال نحن لا نستهدف المدنيين في قطاع غزة، نحن نستهدف فقط حماس ونحن سنحرص على توفير الحاجات الأساسية. استغربت في ذلك الوقت وقلت يعني هل معقول بلينكن نصحه بأنه والله يغير من آلة من حربه وطريقة الوحشية التي يقتل فيها ويبيد؟ لكن بعد أن استمعنا إلى المرافعة الرائعة لجنوب أفريقيا واضح أن المستشارين القانونيين لنتنياهو أخبروه بأن الأمر جلل وجاء وهناك احتمالات مرجحة جدا أن تدان إسرائيل، فطلبوا منه أن يدلي بهذه التصريحات، واختار أن يدلي بها باللغة الإنجليزية وليس بالعبرية حتى تكون جزء من الدفع القانوني لصالح دولة الاحتلال، لكنه هذا يعني أنا برأيي لن ينجح. الآن مجرد أن يتم رفع دعوة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في العدل الدولي بهذه الجريمة، جريمة الإبادة، إلى أي مدى تعتقد بأنه يحرج دولة الاحتلال التي قامت أصلا على دعاوى الإبادة التي ارتكبت بحق اليهود في ألمانيا في الحرب العالمية؟ وطبعا من المفارقات جمال أنه اتفاقية يعني مناهضة الإبادة إسرائيل هي التي دفعت باتجاه إقرارها، وإسرائيل هي التي ضغطت على المجتمع الدولي من أجل أن يقر، لأنه الإسرائيليين قالوا أننا تعرضنا للهولوكوست وأبيد منا 6 مليون، وبالتالي ضغطوا من أجل أن تصاغ هذه الاتفاقية. واليوم تستعمل نفس الاتفاقية لإدانة الإسرائيليين، يعني هم الذين صنعوا هذه الاتفاقية واليوم هم يحاكمون لحماية الفلسطينيين من إسرائيل، صاغوها لحماية أنفسهم ولإظهار نفسهم ضحية، واليوم تستعمل من قبل أنصار الشعب الفلسطيني من قبل الفلسطينيين لإدانة الإسرائيليين، بمعنى أن هؤلاء الذين قالوا أنهم تعرضوا لإبادة يقومون اليوم بممارسة الإبادة ضد شعب آخر، ويقومون باستهداف ويقومون بارتكاب أبشع أنواع الجرائم. جمال دعني أيضا لا يعني يفوتني أني
حقيقة أشعر أنا بالخجل وبالعار وأشعر بالحزن يعني كفلسطيني وكعربي إنه جنوب إفريقيا هي الدولة الشقيقة العربية المسلمة الأكثر نخوة ورجولة ويعني ووطنية وإقداما. كل الدول العربية، أقول الدول، كل الحكام العرب جبناء جمال، وإلا لما هم وإلا كان أقدموا على ذلك. يعني معقول جنوب إفريقيا هي التي تنتصر لفلسطين ولقطاع غزة وأبناء جلدتهم العرب والمسلمين، لا أحد يحرك ساكن؟ يعني رقم اثنين إنه جنوب إفريقيا تعد هذا الملف الرائع وهؤلاء المحامون الرائعون من سلالة ونسل نيلسون مانديلا أيقونة الحرية والتحرر وحقوق الإنسان، والعرب والمسلمين لم يقدموا على ذلك. وكنت أتمنى أن يكون هناك في الفريق القانوني ممثلين عن كل الدول العربية، 22 محامي عربي. ألا يظهر ذلك انكشاف أيضا لمواقف الدول العربية المتخاذلة تجاه غزة؟ طبعا هو تأكيد على انكشاف، لأنه انكشاف إحنا عدينا مرحلة الانكشاف، لكن أنا بقول أنه أي يعني ربما فضيحة، سبحان الله، يعني أي انتصار للشعوب في أي منطقة في العالم وتحررها ونضالها ضد الاحتلال هو انتصار لكافة الشعوب. هذه جنوب أفريقيا التي عانت من التمييز العنصري ومن نظام فصل عنصري، وناضل فيها يعني الجنوب أفريقيون وقضى عشرات السنين نيلسون مانديلا في السجن، هو أدرك معنى أنك تكون تحت الاحتلال، أدرك معنى أن تكون تتعرض للتمييز، أدرك معنى أن تكون مضطهد، أدرك معنى الاحتلال، وأدرك معنى الفصل العنصري، وبالتالي جاءوا ولا شيء آخر يحركهم. جنوب أفريقيا تخسر في هذه المعركة سياسيا وهي تحت تهديد إسرائيلي وأمريكي، لكن كل ذلك لن يثنيهم عن دعم القضية الفلسطينية والانتصار لغزة ولأطفال غزة ولنساء غزة، وأن يأتوا إلى هذه المحكمة بكل هذه القوة وهذه يعني الفخامة، دعني أقول، وهذه يعني العنفوان فيما يتعلق بالدفع باتجاه نصرة الشعب الفلسطيني ووقف هذه المجزرة. هذا حقيقة موقف تاريخي ومشرف ولا يمكن لنا ننساه، لا الفلسطينيين ولا العرب ولا المسلمين ولا أنصار العدالة حول العالم. في أي اتجاه تعتقد أن هذا القرار الذي يطالب به جنوب أو تطالب به جنوب أفريقيا اليوم هو قرار إجرائي لتعليق العمليات العسكرية في غزة انتظارا للبت في القضية؟ إلى أي مدى نظرا لجنسيات القضاء 15 يمكن أن يخرج قرار لصالح غزة والفلسطينيين؟ شوفوا، بغض النظر عن القرار، يعني سواء صدر القرار بوقف العدوان أو لم يصدر، ما جرى هو محاكمة القرن، هو تعري لإسرائيل وهو فضح أمام العالم، والدفع القانوني كشف ووثق جرائم إسرائيل. هناك ترجيحات من الناحية القانونية البحتة، خبراء القانون وكبار من أسادة القانون في الجامعات الغربية ومن دهانقة يعني القانون كما يقال يقولون أن الملف الذي قدم من شأنه أنه يدفع المحكمة لاتخاذ قرار بأمر إسرائيل بوقف العدوان ووقف عملية الإبادة بشكل عاجل يعني ومستعجل. جزء من الإجراء أنه خلال أسبوع يجب أن يتخذ قرار، هذا القرار بوقف إطلاق النار. لكن تعلم جمال أيضا أنه يعني إسرائيل واللوبي الصهيوني لديهم دائما القدرة على الالتفاف سواء على المحاكم الدولية أو على يعني القرارات الدولية، وبالتالي هي تستعمل، لأن الأمريكان والولايات المتحدة الأمريكية تضغط ويحاولون تلفيق أدلة. وأيضا من يعني من الغريب اليوم أنهم لفقوا دليل، وربما هو ليس تلفيقا، هو صحيح يعني للأسف الشديد، من أنه عندما سئلوا عن أنه لماذا تغلقون معبر رفح وتحاصرون ولا تسمحون للبضائع وللإغاثة وللأدوية بالدخول، ممثل دولة الاحتلال الإسرائيلي اتهم مصر بأنها هي التي تحاصر قطاع غزة، ودفع بأنه قطاع أنه معبر رفح هو تحت الإدارة والسيطرة المصرية، وقال إحنا ما لناش علاقة، يعني المصريين هم بإمكانهم أن يسمحوا بإمكانهم أن يمنعوا، لكنهم هم الذين اتخذوا قرار بإغلاق معبر رفح. هذا خطير جدا لجهات، أول شيء هو اتهام لجمهورية مصر العربية بممارسة الإبادة، ومن جهة أخرى هو تنصل الاحتلال الإسرائيلي وإلقاء بالتهمة هذه على مصر. فنحن يعني نريد أن نسمع الرد المصري على ذلك، هل فعلا هذا حصار مصري؟ نعم. ويعني أخيرا أنه للأسف الشديد بأنه ما قاله مندوب الاحتلال هو صحيح، يعني والحقيقة أنه مصر هي اللي تسيطر على معبر رفح وهي التي تديره، وإذا كانت يعني القاهرة لديها رد آخر فلتفتح المعبر وتدخل الشاحنات. اسمح لي أن أشرك معي رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة دكتور هيثم أبو سعيد من جنيف. دكتور أبو سعيد أهلا بك، كيف تابعت دكتور أبو سعيد الجلسات محكمة العدل الدولية التي تحاكم فيها تل أبيب بتهمة الإبادة؟ نعم، مساء الخير لك ولكل المشاهدين. طبعا أولا هي جلسة تاريخية بالنسبة لنا كحقوقيين وكلجان دولية معتمدة في الأمم المتحدة، حيث نحن سعينا يعني جهارا وأخذ هذا الأمر
بعض من الوقت بالنسبة لنا من أجل الوصول إلى المحاكمة للكيان الإسرائيلي على جرائمه الذي ارتكبها في غزة، خاصة أن هناك لجنة تحقيق أممية وأنا عضو بهذه اللجنة التحقيق، يعني حاولت منذ 2018 أن تلوج إلى إحدى المحاكم الدولية من أجل إدانة الجيش الإسرائيلي على الانتهاكات التي يعني قام بها منذ ذلك الوقت، حتى استفحل هذا الأمر إلى أحداث 7 أكتوبر. ونحن اليوم بأن هذا اليوم هو يوم تاريخي، هو يوم عملاق بالنسبة لكل الحقوقيين الذين يسعون إلى تحقيق العدالة في كل أنحاء العالم. وطبعا الكيان الإسرائيلي هو يعني خفق كل هذه الاعتداءات الدولية. الآن دكتور أبو سعيد، إجرائيا ما الذي سيتم الآن بعد أن انتهت المرافعات؟ ما الذي ننتظره ونتوقعه إجرائيا؟ طبعا ستلتئم هيئة المحكمة من أجل دراسة كل الادعاءات وكل الدفعات التي تقدمت بها جنوب أفريقيا، وحتى الدفاع لإسرائيل عن نفسها في هذا النهار أي اليوم، مع رغم أنه لدينا بعض يعني التحفظات على ما قاله اليوم الوفد الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، لكن ستبدأ النقاشات ومن بعدها سيتم تحديد موعد لجلسة أخرى من أجل البحث في كيفية إصدار الأحكام. زمنية محددة لذلك، يعني البعض يقول 8 أيام، البعض يقول ممكن تصل ل40 يوم. يعني لا، ليس هناك مدة محددة، ولكن عادة القضايا في العدل الدولية وفي الجنائية الدولية عادة لا تأخذ الكثير من الوقت، فيها تعتبر من المحاكم ذات طابع عاجل، لذلك يعني نتمنى أن تكون في الأيام القادمة، وإذا تعذر ذلك نتيجة الأوضاع الراهنة اليوم طبعا يعني أعتقد من الآن حتى آخر هذا الشهر يجب أن يكون هناك بوادر لعقد هذه الجلسة من أجل إصدار الأحكام. الآن بخبرتك دكتور أبو سعيد، هذه محاكمة وكما تفضلت حضرتك وكي يقول كثيرون يعني دفعات جنوب أفريقيا قوية جدا، والتهمة كما يقال بالعامية يعني لابسة الأبيب لابساها، هؤلاء القضاة عندما يناقشون هل تعتقد بأنهم سيغلبون الانتماء السياسي وتمثيلهم لدولهم على الجانب الأخلاقي القانوني الذي يمثلون فيه هذه المحكمة كقضاة؟ نعم. لا هذا مستحيل، لأنه عادة القضاة هم يعني معروفون جهة نزاهتهم، وهم يعني لهم باع طويل في القضايا الحقوقية والقضايا القانونية والدستورية، ولا أعتقد بأنه سيكون هناك طابع شخصي، لأنه أساسا ليس هناك من حاجة لهذا الطابع الشخصي، لأنه الأدلة واضحة وملموسة، وكانت المحاكمة علنية، يعني إصدار أو فتح المحكمة بشكل علني هذا يدل على أن المحكمة لا يمكن تسييسها ويمكن متابعة كل القضايا، وعلى المتابعين سواء كانوا حقوقيين أو غير حقوقيين يمكن أن يلمسوا جدية هذه المحكمة لجهة إصدار غد يعني بعد كم يوم القرارات التي ستتخذها من أجل يعني وقف هذه العمليات الإبادة الحاصلة اليوم في غزة. وهل تعتقد أن يصدر مثل هذا القرار يعني القضاء الذين يمثلون الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، أوغندا، سلوفاكيا، الهند، اليابان، هل هؤلاء سيصوتون ضد إسرائيل؟ أو يمكن أن يقوموا بذلك؟ دعنا لا نستبق الأمور، من أصل 15 نحن بحاجة إلى 8 قضاة حتى يصدر القرار، ولكن لا تستبق الأمور حتى لو كانوا من الجنسية الأمريكية أو البريطانية، القاضي يبقى قاضي يعمل بالمستندات ويعمل بما هو أمامه اليوم. لا شك أن دفعات إسرائيل ضعيفة جداً، لا ترقى إلى المستوى الذي كان يريده البعض، يمكن لأنه التهم التي وجهت
لإسرائيل من قبل جنوب أفريقيا واضحة، لا تحتمل الاجتهاد ولا اللبس، لأنه كل شيء بالصوت والصورة، وهذا واضح للكل وليس فقط للجان التحقيق وللهيئة القضائية، حتى الناس يعني هم على الدراية مما يحصل اليوم على أرض الواقع في فلسطين. لذلك أعتقد بأنه لا أحد سيغامر بمصداقية محكمة العدل الدولية كما هي الجنائية الدولية، ونحن لسنا مع البعض عندما اتهموا القاضي سمير خان المدعي العام الجنائية الدولية ببعض العبارات، نحن لا نوافق على ذلك، لأن القاضي سمير خان المدعي العام الجنائية الدولية مشهود له أيضا بمناقبيته وعمله السوي ولا ينحاز، ونحن شخصيا لنا تجارب معه في بعض من المحاكم الدولية، وأثبت هذا الرجل مصداقيته وثباته على حرصه على تطبيق القوانين الدولية وعدم التجاوز أو عدم التسييس. لذلك يمكنني أن أطمئنك، لن يكون هناك تسييس. قد تصدر المحكمة بعض الإجراءات يمكن البعض يريدها أعلى من مما هو قد يصدر، ممكن، لكن في الحدود سيصدر هناك قرار إدانة، لابد من وقف إطلاق نار فورا، لأن هذه الإبادة يجب أن تتوقف. نعم. الآن وهن دفاع الاحتلال الإسرائيلي عندما مثله المحامي البريطاني مالكولم شو عندما قال إن محكمة العدل الدولية ليس لها اختصاص بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لإصدار أمر لتل أبيب بوقف عملياتها، إلى أي مدى تعتقد بأن هذا هو بحد ذاته يفضح الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يجد ما يدافع عن نفسه فهرب إلى الناحية الإجرائية؟ لا غير صحيح، غير صحيح. أولا محكمة العدل الدولية ملزمة لكل الأطراف، لكل أعضاء الجمعية العمومية للأمم المتحدة. ثانيا قبلت إسرائيل التحكيم، وعندما تقبل التحكيم فهي ستقبل النتيجة، وهذا بالعرف والقانون. لذلك لا يمكن أن تتهرب من تطبيق القرارات التي ستصدر، سواء صدرت لها أو ضدها، عليها أن تطبق هذا الإجراء، وإذا لم تطبق هذا الإجراء هناك باب مفتوح آخر من باب القضائي والأمني يمكن أن يأخذ أيضا مساره من أجل تطبيق قرارات العدل الدولية. العدل الدولية هي قرارات ملزمة عند قبول التحكيم، الاثنين قبلوا التحكيم. كلمة أخيرة الآن دكتور هيثم أبو سعيد، عندما تستخدم جنوب أفريقيا كم هائل من تصريحات الأمم المتحدة وحتى من تحقيقات الأمم المتحدة وتأكيد الأمم المتحدة أنها لا تستطيع تقديم المساعدات في غزة بسبب القصف وبأن الاحتلال يعرقل دخول المساعدات، إلى أي مدى تعتقد بأن هذا اليوم التاريخي بمحاكمة تل أبيب أمام العدل الدولية يضع الأمم المتحدة بحد ذاتها أمام مسؤولياتها أيضا؟ طبعا هذه محكمة تابعة للأمم المتحدة، العدل الدولية تخضع للأمم المتحدة، هي تحت سيطرة الأمم المتحدة، هي تأخذ كل مسارها القانوني من الأمم المتحدة، فطبعا المسؤولية واضحة. لذلك أنا قلت لك ونحن نصر على هذا الأمر، ونحن لنا ثقة كاملة كما قلت أنا منذ بداية الأحداث، وإذا رجعت إلى كل هذا الأرشيف الذي قلته قلت هناك محاسبة، لم يصدقنا البعض، قالوا أن هذا كلام كما قيل في السابق، أصرينا على هذا الأمر حتى وصلنا إلى جرأة الكيان إلى المحاسبة. لذلك أنا يمكنني أن أقول لك هذه مسؤولية نعم الأمم المتحدة، ولو لم نصل إلى هذا اليوم التاريخي كلنا كنا سنذهب إلى البيوت ولا جدوى من وجودنا في أي عتبة من عتبات اللجان الدولية أو الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات الدولية. كان هذا اختبار لكل الجهات التي تعمل في المسار الحقوقي. شكرا جزيلا لك رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان للأمم إلى الأمم المتحدة دكتور هيثم أبو سعيد، كنت معي من جنيف. محمد كيف تعلق على ما قاله سيد هيثم أبو سعيد؟
حول مسؤولية الأمم المتحدة، على اعتبار أن المحكمة تابعة للأمم المتحدة. كثير من الأدلة التي استخدمتها جنوب أفريقيا تصريحات تقارير للأمم المتحدة، وكذلك أيضا مسؤولية الأمين العام الذي وقف على حدود قطاع غزة شاهدا على ما يجري داخل القطاع. صحيح جمال، والدكتور هو خبير قانوني أيضا، يعني هذه المحكمة أيضا أنا أضم صوتي لصوته، يعني من غير لا يمكن تصور أن تغامر بمصداقيتها الدولية وأن تغامر يعني بمثل هذه القضية اللي أصبحت قضية رأي عام عالمي. يعني الناس الآن كل الرأي العام العالمي هو مناصر للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، ويرى على الهواء مباشرة عملية القصف والقتل. يعني أظن أنه يصعب جدا الضغط أو التسييس، لكن نقول أنه إحنا يجب أن ننتظر حتى نرى الحكم. رقم اثنين أو ثانيا إجابة على سؤالك، الحقيقة جمال من التهم أو من عفوا الحجج اللي قدمتها إسرائيل بمقارنتها مع الحجج التي قدمت من قبل جنوب أفريقيا، هناك فرق شاسع. أول شيء في الأدلة، جنوب أفريقيا تأتي بتصريحات رسمية لرئيس الوزراء في حكومة الاحتلال ولوزراء في حكومة الاحتلال، وتأتي أيضا بتصريحات للأمم المتحدة للأمين العام ولبعثات الأمم المتحدة وللمنظمات الحقوق الإنسان العاملة في قطاع غزة، كلها قالت أنه الذي يمنع وصول الطعام والغذاء والدواء هو القصف. بالمقابل فإن إسرائيل تأتي باتهامات لا قيمة لها ولا وزن لها. مثلا تقول إسرائيل بأنه جنوب أفريقيا يعني تقوم بدور المحامي لحركة حماس، اتهام لدولة بأنها تعمل لصالح فصيل دون أي أدلة. رقم اثنين تقول أنه والله جنوب أفريقيا نكاية في إسرائيل تقوم بهذه الدعوة، يعني هذا ليست حجة ولا برهان ولا دليل. ثم تقول والله أن المستشفى المعمداني لسنا نحن من قصفه، هو إنما حماس هي التي فجرته. يعني مجموعة من الدعاوى لا تستقيم وال يعني والادعاءات اللي ليس لها أساس، لا وزن قانوني ولا حتى عقلي ولا حتى يعني مقنع بالنسبة لأي شخص، في رجل شارع وليس لقضاء في محكمة تمثل الهيئة العليا للقضاء عبر العالم. يعني ونحن نتحدث، تقارير إعلامية تتحدث عن اشتداد القصف على خان يونس، خان يونس التي تتعرض لقصف عنيف منذ أكثر من شهر. هذه مشاهد للدمار الواسع الذي أحدثه قصف الاحتلال الإسرائيلي في شارع عبد الناصر في مدينة خان يونس في قطاع غزة. اليوم السبت، اليوم 11/1/2024، قصف عنيف نزلوا عمارتين، عمارة فروانة، عمارة أبو هلال، الله يجبر عنهم. شايفين الدمار؟ شايفين كيف؟ وفي شرقي خان يونس استهدف الاحتلال الإسرائيلي بقصفه طواقم الإسعاف، نتابع. قتل Thank you.
شرط جوا، في شرط. حاتم جوا، حاتم جوا، حاتم جوا. فوق فوق فوق. لا اسعاف ورجع. يلا يا راجل مال هاي هاي يلا يا راجل مال هاي هاي محمد. هذه الصور تجري أمام العالم، طواقم الإسعاف وطواقم الدفاع المدني تقصف أثناء قيامها بعملها، ونحن نسمع أيضا في الصورة الزنانة أو طائرات الاستطلاع الإسرائيلية التي ترصد كل شيء. يعني كل ذلك ألا يشكل كما هائلا من الأدلة الموثقة بأن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف هؤلاء وأن لديه النية لاستهدافهم لأنه يراهم، وبعد أن يصلوا لإسعاف الجرحى يقصفهم مرة أخرى. وهذه جمال ليست المشاهد الأولى، يعني منذ 94 يوما وإسرائيل تمارس هذا الشيء، تمارس نفس هذه الجرائم، تقتل تقصف وتقتل المدنيين ثم تمنع وصول الإسعاف إليهم ثم تقتل المسعفين. أبعد من ذلك هي تذهب إلى المستشفيات، يعني لو العدل الدولية تريد أدلة فإنه مستشفى شفاء وما جرى فيه والنية المبيتة والتنفيذ كان على الهواء مباشرة، يعني والغزوة الخدج والرضع وغزوة العناية المركزة ومعركة غرفة غسيل الكلى هذه وغيرها، ومستشفى وكمال عدوان وغير الشفاء وأيضا مستشفى الأندونيسي، هذه معارك إسرائيل. معارك التركيز على خان يونس الآن لماذا؟ يعني هل هو فقط من أجل مسح هذه المنطقة المكتظة هي قلب قطاع غزة؟ هو شوف، هو أول شيء إسرائيل تريد أن توزع الموت والدمار في كل القطاع، بدأت من الشمال والآن تصل إلى الجنوب. رقم اثنين، تعتقد بأن هناك حاضنة شعبية وهناك تواجد يعني أكثر كثافة لحركة حماس في خان يونس، ويتعتقد بأنه رئيس أو زعيم حركة حماس يحيى السنوار موجود في خان يونس، وبالتالي هي تعتقد بأن هذا يبرر تدمير خان يونس. لا طبعا هذا لا يبرر، أنا لا أبرر، لكن أقول لك أن إسرائيل مستعدة أن تدمر كل خان يونس وكل قطاع غزة ولا يعني يرف لها جفن. ليش؟ لأنه هنا الجواب، إسرائيل تعتقد وتعودت ومنذ أن أنشئ هذا الكيان وهو فوق القانون برعاية أمريكا وبرعاية بريطانيا، تعتقد بأنه تقوم بكل هذه الجرائم لأنه باختصار من أمن العقوبة أساء الأدب وقل الأدب، من أمن العقاب أساء الأدب. وهذه هي إسرائيل، وإسرائيل تعتقد بأنه الفيتو الأمريكي جاهز في أي مكان في العالم. واليوم شوف أنت جمال، الآن إسرائيل تقصف في قطاع غزة وأمريكا تقصف في اليمن، يعني عوضا عن أنه الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي يعود إلى رشده ويوقف هذه الجريمة في قطاع غزة، هو يقوم بشن حرب من أجل عيون بنيامين نتنياهو في اليمن، ويخصف في صنعاء ويخصف في اليمن العزيز من أجل ماذا؟ من أجل إرضاء بنيامين نتنياهو. لحالة من الجنون، لأن إسرائيل هي مشروع غربي وقاعدة غربية وحامل الطائرات غربية موجودة في منطقتنا.
أرحب أيضا بأستاذ القانون الدستوري من تونس دكتور عبد الوهاب معطر. دكتور عبد الوهاب أهلا بك. دكتور عبد الوهاب، هذه المحكمة إلى أي مدى تؤشر إلى أن تل أبيب بدأت تفقد الحصانة التي تتمتع بها أمام العالم من المحاسبة؟ نعم سيدي جمال، مرحبا بك وبضيفك الكريم. أنا أود أولا قبل الإجابة عن هذا السؤال الإشارة إلى شيء له قيمة. التناول الإعلامي للقضية الجارية يجب عدم يعني التضخيم في شأنه. هي أولا ليس هناك حكم جزائي وتتبع لأشخاص إلى غير ذلك، لهذا من مناط المحكمة الجنائية الدولية. اليوم هي القضية اللي قامت بها جنوب أفريقيا هي لاستصدار حكم يقول أن الكيان الصهيوني قد انتهك اتفاقية الإبادة الجماعية، قد انتهك، يعني ليس هناك تهم وجناية غير ذلك، وأن هذا حتى يصدر هذا الحكم لابد من وقت طويل، لأن عندما تقول محكمة العدل الدولية أن هناك انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية فأن هناك تبعات خاصة على التعويض على الدمار وعلى القتلى وإلى غير ذلك، يعني هذا هو تبعاته. لكن اليوم نحن في صدد إجراءات أولية. طلبت جنوب أفريقيا اتخاذ بعض التدابير العاجلة أو الطارئة اللي هي تقريبا 9 إجراءات طلبت من المحكمة أن تتخذها. يعني واليوم لما استمعنا وتمعنا في مرافعة جنوب أفريقيا ومرافعة الكيان الصهيوني نستطيع أن نقول أن بقدر ما كانت عريضة الدعوة والحجج والبراهين التي قدمتها جنوب أفريقيا سهلة ومتوفرة وموجودة يعني وتنطق، حتى أن الإنسان يقول أن التأكيد على الواضحات من الفاضحات، بقدر ما كانت مرافعة يعني الاحتلال الإسرائيلي كانت صعبة نوعا ما، وكانت صعبة مما جعل هو عمله 6 مداخلات تقريبا 4 مداخلات التفت على الموضوع وأصبحت تتحدث عن وقائع اللي هي غير ثابتة، بالعكس وقع دحضها من جنوب أفريقيا بالحجج الثابتة، وهناك مداخلتين قانونيتين. المداخلتين القانونيتين اللي هي تأكيد على الإجراءات وتأكيد على أن ليس للمحكمة أولا اختصاص البت مش القضية، لا الاختصاص اتخاذ التدابير الاحترازية المؤقتة. الآن ما أهمية أن ينكشف الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم بغض النظر عن الإجراءات واحتمال أن لا يصدر قرار أصلا، وحتى لو صدر قرار الإسرائيلي لن يلتزم به ومجلس الأمن جاهز للدفاع عنه، لكن هذا الانكشاف أمام العالم كما تفضلت حضرتك بوهن دفعات الاحتلال الإسرائيلي وهشاشتها. نعم، انكشاف الكيان الصهيوني يا أخي هذا أمر مكسب لا محالة، لكن هو وقع، يعني طوفان الأقصى إذا كان أحد أبعادها الحقيقية الكبرى هو انكشاف الكيان الصهيوني في العالم، هذا موجود. احنا بودنا أن القضية هذه تؤدي إلى نتيجة ملموسة، سواء يعني أن تطبقها الكيان الصهيوني أم لا أو لا تطبقها. وأنا شخصيا كأستاذ في القانون الدولي والقانون الدستوري لغير ذلك كنت أود حقيقة أن هناك نعرف أن كل شيء كامل له نقصان، يعني الدعوة تاع جنوب أفريقيا واللي هي ارتكزت عليها، لو كان ركزت جنوب أفريقيا أو معناتها تخلات على شيئين نعتبرهم نقيصتين. النقيصة الأولى هي أنها اعتبرت أن من حق إسرائيل حق الدفاع الشرعي. هذا حق الدفاع الشرعي طالما أنها سلطة محتلة فإن ليس لها إمكانية تتضرع بالحق الشرعي في اتجاه المقاومة التي تريد التخلص منها. نعم. هذا بقرار دولية وفي أيضا في معاهدات دولية إلى غير ذلك. والنقطة الثانية
هو اعتبار أن حماس قد قامت بعمل يتخالف مع القانون الدولي، وهذا غير صحيح، لأن هناك اتفاقية دولية وقرارات أمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، ليس هناك الوقت حتى نذكرها لك، يعني هي موجودة. نعم. تعترف بالحركات المقاومة أن تلجأ إلى الكفاح المسلح، وأنه لا يمكن اعتبارها إرهابية. طيب. ولا الآن إذن دكتور عبد الوهاب، إجراءات المحكمة برأيك في أي اتجاه يمكن أن تكون؟ وهل يمكن للقاضي أن يخالف ضميره وأخلاقه أمامها كل هذه الحجج الدامغة قانونيا ليتخذ قرارا يوافق سياسة البلد الذي يمثله في هذه المحكمة؟ نعم، أنا قلت لك أن لو كان الدعوة معناتها قضية الدفاع الشرعي ناقشتها ويعني وأبعدتها، فإن ما يخليش اليوم الدفاع الصهيوني يعني يركز على هذه النقطة ويطلب عدم الاختصاص ويطلب أن ما يمكنش اتخاذ وقف إطلاق النار، لأن وقف إطلاق النار ماشي سيحجب عن الكيان الصهيوني حق الدفاع عن نفسه، ماشي يمكن حماس من الهجوم إلى غير ذلك. يعني هذه اللخبطة كنت أود لو كنت يعني مشارك في هذه العملية، معناتها يجب أن تكون بطريقة أخرى. هذه نقيصة اعتبرها في العريضة، يمكن هي اللي مش تخلي المسألة نتاع زوز مداخلات نتاع اللي قلتهم لك اللي هم قانونيين نتاع هذا الشو نتاع ساندرز، يعني عندهم من ناحية القانونية الصرفة عندهم ما يتقال فيهم. ولذلك فإنني أخشى أن من ناحية القانونية أن المحكمة محكمة بتركيبتها وبأخذ يعني اعتبارات عديدة، أنها لأن عندنا 9 طلبات في الطلبات احترازية، يمكن وطلب الأول الرئيسي اللي هو وقف إطلاق النار يعني والأعمال العسكرية، يمكن هذا ما تشوفش فيه وتمشي مثلا باش تحكم بمسألة التسريع في الإغاثة وفي طيب. عدم القتل إلى غير ذلك. باقية أن على الأقل هذا مكسب، هو مكسب في نهاية الأمر، لكن يجب حتى لا نحبط الناس. الناس غدوك تسمع أن كذا ما تقولش انتهى، لا، النضال متواصل. والقضية الأساسية هي القضية الأصلية متاع الإبادة الجماعية أمام المحكمة العدل الدولية، وعندنا قضية هذه قاعدين نشتغلوا فيها وأنا عضو في هذه المجموعة، هي المحكمة الجنائية الدولية. نريد أن يصبح نتنياهو وجالان والقادة العسكريين يقادون إلى المحكمة الجنائية الدولية. شكراً. لمحاكمتهم من أجل الإبادة الجماعية، وهذا أهم شيء في الموضوع. شكرا لك أستاذ القانون الدستوري دكتور عبد الوهاب معطر، كنت معي من تونس. الآن محمد، قبل قليل يقول وزير الدفاع في حكومة أنصار الله في صنعاء: كلما طالت الحرب على أهلنا في غزة كان لدينا الكثير والكثير من المفاجآت. يعني هذا رد أولي على القصف أمس الذي طال عدة مواقع في اليمن، ويضيف: جاهزون للرد والردع واليد الطولة في البحر الأحمر والبحر العربي. هو شوف جمال، يعني أول شيء أمريكا تشن حرب على جماعة وعلى دولة خرجت من الحرب 9 سنوات، خرجت منتصرة، يعني استطاعت أنها تنتصر وتحولت من جماعة إلى حكومة تسيطر على صنعاء. وكل من يعني ينظر للمشهد اليمني طوال السنوات الماضية يرى بأنه الحرب التي شنت على اليمن كانت حرب ظالمة وكانت حرب يعني تدميرية، ولكن بالمحصلة يعني بحسابات الربح والخسارة الحوثيون ربحوا وكسبوا الحرب، والدليل على ذلك أنهم يحكمون اليوم في صنعاء. رقم 2، أنه الذي حارب 9 سنوات لديه خبرة قتالية، وهم أهل البلد، يعني هم أهل البلد وهم الذين يعرفون جغرافيا البلد ويعرفون البحار ويعرفون الجبال ويعرفون البلد، وليس هؤلاء القتلة الذين يأتون من الخارج بالطائرات وبشكل حقيقة جبان ويقصفوا المدنيين ويقصفوا ويعتدوا على أرض وبلد عربي دون أي وجه حق، يعني حتى لا يجد أي قانون ولا يجد أي قرار لمجلس الأمن ولا الأمم المتحدة. وفي الصباح يصحو بايدن، وهو قليلا ما يصحو، يصحو ويتخذ قرار بأنه سيشن ضربات جوية ويشحط معه. هل تعتقد بأنه سيغير موقف الحوثيين؟ الحوثيون يبدون أكثر إصراراً على موقفهم. لا، أنا بدأت بهذا لأنه إذا أنتم بتحاربوا بناس صار لهم 9 سنوات يقاتلوا، فهم يعني سيستمروا في القتال. ثانياً، لديهم يعني خبرة. وثالثاً، أنه لا يوجد شيء لدى الحوثيون أو لدى الحوثيين يخسروه، يعني البلد خلال 9 سنوات دمرت، فماذا ستدمرون؟
وايضا انه بالعكس الحوثيون يعني يربحون من موقفهم، تزداد شعبيتهم، تخرج مظاهرات في صنعاء، في داخل اليمن خرجت مظاهرات بمئات الالاف، واليوم كان في الاردن في عمان وفي العواصم العربيه الناس يهتفون لمن يسموهم ملوك البحر الاحمر. اذا كلما قصفت امريكا او بريطانيا شعبا او فصيلا او جماعه، كلما زادت شعبيه هذا الفصيل او هذا البلد. كلما اعتقدت امريكا بانها بالقصف ستمنع الحوثيين عن مواصله يعني طريقهم والخطوات التي يقوم بها، فانها تكون مخطئه، بالعكس سيزيد اصرارا. هل تعتقد أنه سيأتي بنتائج عكسية؟ لأن اليوم مزيد من شركات الشحن أعلنت بأنها لن تتوجه من خلال باب لندن. نعم، وقبل ذلك قلت لك أنه في توترات في البحر الأحمر، كان هناك توترات ولم يكن ما زال لم تعلن الولايات المتحدة أنها ستقوم بعمل عسكري، وارتفعت أسعار الشحن 100% وأسعار التأمين أكثر من 10 أضعاف. ما بالك اليوم، يعني أنت اليوم لو دولة لديك سفن علقت لديك على الأقل لمدة أسبوع، لديك سفن تجارية تريد أن تبحر باتجاه البحر الأحمر، هناك توترات، فإنك تفكر إما أن أرسل هذه السفينة أو لا. لكن عندما ترى بأن هناك حرب وقصف وضربات جوية، فإنه ستغير المسار وستمنع وستعدل عن إرسال هذه السفن. إذن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة وبريطانيا هي بالعكس، هي تعميق للأزمة، وهي يعني كما يقال، هو بدل أن تحل المشكلة بل تعقدها وتزيد الطين بلة. ليش؟ لأنه عندما تزيد التصعيد وتزيد العمليات العسكرية في البحر الأحمر، فأنت تعقد من هذه المسألة ولا تحلها. كان الأفضل والأسهل أنه يدفعوا باتجاه وقف هذا العدوان في قطاع غزة. وهنا تحديداً محمد، المتحدث في البنتاغون ربما في مرات نادرة ما يعلق على ربط ما يجري في البحر الأحمر بفلسطين، يقول في تصريح للجزيرة المتحدث باسم البنتاغون أن السفن التي استهدفت في المنطقة لا علاقة لها بالنزاع في غزة. من يصدق هذا؟ هو يحاول الأمريكان، هذا سؤال ممتاز جمال، أن الأمريكان حتى في تصريحاتهم يحاولوا الفصل بين ما يجري في البحر الأحمر وما يجري في قطاع غزة. هم يريدوا أن تستفرد إسرائيل بقطاع غزة وأن لا يتحرك أحد في العالم لنصرة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. بالعكس تماما، الأزمة كلها بدأت في البحر الأحمر منذ أن بدأ العدوان الغاشم على قطاع غزة وحرب الإبادة. والحوثيون الذين بادروا لهذه العملية قالوا منذ اليوم الأول بأنه وقف عملياتنا في البحر الأحمر مرهون بوقف الحرب على قطاع غزة وبإدخال المساعدات، فبالتالي هذا نوع من التضليل. وهذه الجريمة التي ترتكب يعني للأسف شديد، والأمريكان والبريطانيين قد يذهبوا لارتكاب جرائم في اليمن وقتل مزيد من الناس وحتى قصف وغيره، لكن كل هذا لن يحقق لهم الهدف ولن يسهم في إيقاف ما يجري في البحر الأحمر. أمن البحار وأمن الممرات المائية مرتبط بإنهاء هذه الحرب الموجودة في قطاع غزة، هذا ما يقوله الحوثيون، وهذا هو فعلا بداية الصراع. لم يكن هناك إشكال في البحر الأحمر، لكن الإشكال بدأ عندما لم يقرر أحد في العالم أن يوقف بنيامين نتنياهو وزمرة من المتطرفين والقتلة والمجرمين في قطاع غزة عن قتل الشعب الفلسطيني وعن إبادة الشعب الفلسطيني. وحقيقة برجع مرة ثانية للعرب، شيء معيب جدا أن يقول بلينكين أنني جئت إلى المنطقة لإخبار وزراء الخارجية العرب والمنطقة العربية بأننا سنقصف بلد اليمن، يعني أنا جئت أخبر الدول العربية بأنني سأقصف بلدا عربيا. معقول هذا الكلام؟ شكرا جزيلا لك الكاتب والإعلامي الفلسطيني محمد أمين. بهذا نصل أعزائي المشاهدين إلى ختام أضواء على الأحداث لهذا اليوم، أترككم في أمان الله.